أنا انسرقت سيارتي بلندن مبارح واللي صار معي مستحيل حدا يصدقه. ما فوت التفاصيل أورجيكم شلون الناس بتقفل دركسيونات السيارات هون ببريطانيا مشان ما تنسرق. أنا صرفت مثل أي حدا بيفتح الباب ما بيلاقي سيارته، اتصلت على الشرطة قلت لهم السيارة انسرقت، كله على التليفون، ولا أجوا لعندي ولا شافوا كاميرات، قالوا لي ماشي رح نشوف لك الموضوع، وبعثوا لك رسالة وفيه رقم التقرير بياخذ 4-5 أيام الموضوع. بعدين تذكرت إنه السيارة إلى أبلكيشن على الموبايل فيها جهاز تعقب، فتحته لقيت العنوان، رجعت اتصلت على الشرطة مرة ثانية وهون كانت الصدمة، قلت لهم يا جماعة أنا لقيت السيارة وين؟ قال لي ما تروح تشوفها، قلت له أنا بدي أروح أشوفها. قال يروح شوفه أنت. قلت لهم طب بركي كان زلمة مسلح، بركي كانوا عصابة، بركي خطفوني، بركي عملوا لي شيء. قال لا تقرب أنت، روح تأكد إنه السيارة بالعنوان الموجود، إذا لقيتها اتصل فينا. آخر المكالمة صدمة العمر بالنسبة لي، طلبوا مني إذا هن يروحوا يشوفوا السيارة قسما بالله قال في رسوم لازم ادفعها. قلت له أنا بدي ادفع لكم مصاري لتجيبوا لي سيارتي من الحرمية. قال بركي كانت السيارة مو هنيك. تخيلوا يا جماعة الجرائم والمشاكل لوين موصلة لندن. إذا أنت عامل جريمة بسيطة سارق لك $100 كذا، صارين ما بيمسكوا العالم، لأنه إذا بدهم يسجنوك ويحبسوك ويحاكموك حتكلفهم أكثر. سرق $100 أحسن ما تكلفنا آلاف الدولارات لنحطك بسجن ونعمل لك محكمة. هي بس للناس اللي بتفكر إنه أوروبا وبريطانيا دولة متحضرة، قسما بالله لو للسرقة والنهب ببلادنا العربية ما بتلاقي مواطن عربي عايش هون. هذا جانب من تعليقات الناس اللي نزلت فيديو عم بنتقد في بريطانيا بس لأنه سرقت سيارتي. هذا المنظر عندي بالحارة، شوفوا قديش الناس بتقفل سياراتهم، وأنا أتحدى أي حدا يورجيني هيك منظر بأي دولة عربية موجودة اليوم. أما هدول الناس اللي عم يدافعوا عن بريطانيا كأنه من العيلة المالكة، في دولة عربية صار لها سنة محاصرة عم تنقصف كل يوم وشعبها تهجر وتشرد. ما شفتك عم تعلق انت وياي قليل الاصل، جاي عم تدافع عن بريطانيا كانه دمك وشرفك. لا تكون اناني وتفكر بس بحالك، فكر باهل فلسطين والدول العربيه اللي عايشين بفقر وحرب ودمار بسبب هاي الدول الاجنبيه اللي عم تسرق النفط من بلدك، وانت قاعد ورا الموبايل عم تدافع عنهم وعم تنبح وهن مو سالين عنك. جرب روح لعندهم على السفاره وشوف اذا بيفتحوا لك الباب. خليك عم تدافع عن بريطانيا والدول الغربيه، بس لا تجي تبكي بعدين ليش ما عندك بيت وليش ما عندك سياره وليش ما معك تتزوج، لانه انت اللي رضيان بالذل، وانت فوق هذا بكل وقاحه عم تدافع عن الدول اللي عم تسرقك وانت قاعد على الموبايل. بالنسبه لهدول الناس اللي عم يقولوا لي رجع على بلدك اذا ما عجبتك بريطانيا، خلي الامريكان والبريطانيين يحلوا عن ابار النفط اللي بسوريا، صار لهم 10 سنين عم يفضوها، لارجع اول واحد على بلدي، صار معي الطفل الفلسطيني اشرف منكم كلياتكم اللي عم تحكوا وتدافعوا عن بريطانيا.